هنعمل مع بعض دلوقتي طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه. عندي طبعا لسان عصفور ولحمه مفرومه، بصل مفروم، طماطم متقشره مفرومه بدون القشر يعني، صلصه طماطم، عصير طماطم، ملح وفلفل وحبهان وسكر، جوزة الطيب وقرفة وزبدة أو سمنة أو زيت، أنا هستخدم زبدة، ومية سخنة إذا حسينا إن إحنا محتاجين. هعمل إيه؟ هجيب الووك هنا سخنتها كويس قوي، هاخد الزبدة، هنزل مع الزبدة البصل، التوابل، قرفة، ملح، فلفل اسود، حبهان، جوزة الطيب، اديلهم تقليبة، اوسع لنفسي، انزل اللحمة المفرومة، ممكن طبعا تبقى كمان لحمة اللي هي متقطعة راس العصفورة او اللي هي بتتقطع صغير قوي، مفيش مشكلة. اقلب، ده طاجن لسه هيخش الفرن، فانا مش بسوي هنا تسوية كاملة، بس انا عايزة اخد الطعم والتشويحة، دي اهم حاجة بالنسبة لي، وبقية التسوية هتكون في الفرن. طماطم مبشورة او مفرومة بس من غير القشر بتاعها، صلصة طماطم او معجون الطماطم، حطينا صلصة وطماطم، يبقى معلقة صغيرة من السكر، اقلب كويس جدا جدا، وبعدين انزل لسان العصفور، ممكن شعرية وممكن مكرونة صغيرة، انزل عصير الطماطم، اقلب، وبعدين اقوم واخده كل ده حطاه في الطاجن او البايركس او الصينيه ايا كان الحاجه اللي انتوا هتسووا فيها، وادخله الفرن. هحط على وشه كمان شرايح كده من الطماطم او حلقات من الطماطم. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.